السابع عشر من نيسان يوم الأسير الفلسطيني تتجدد معاناة الأسرى وذويهم. بعضهم تمنين أن يكون الأب شاهدا على عقد قران ابنته، والبعض أطفال حرمنا من رؤية آبائهم. بابا مستقالك كان تكون اليوم الطويل سمع في عيد ميلادي كان يجيب لي هدية. بنتي تزوجت ويعني كنت أتمنى من ربي إنه يكون والدها جنبها بهذه اللحظة. يعني أنتوا عارفين إيش يعني لما بيجي الشخص بيطلب إيد البنت يعني الوالد ما بيكون موجود، يعني ساعتها الواحد بتأثر يعني كثير يعني، والبنت نفسها كانت تتمنى هذا الإشي. نحو 7000 أسير فلسطيني بينهم عشرات الأسيرات ما زالوا يعانون الأمرين خلف القضبان، الاحتلال لا يتورع عن استهدافهم أو التضييق عليهم. الاحتلال هذا معني بقتل الأسرى وفي تعذيبهم ومنع عنهم كل حاجة، منع عنهم الكانتينة المصاري كل شيء ممنوع عنهم. ما زال في السجن في داخل السجون الإسرائيلية ما يقارب 38 أسيرة موزعات على سجناي تيلموند والدامون. هناك كما تحدثت يعني أسيرات كثر يعانون من المرض ولا يقدم لهم إلا حبة الأكمول. الفلسطينيون يسعون إلى تصعيد فعالياتهم التضامنية ليس لتحسين ظروف أبنائهم الاعتقالية فحسب، ولكن حتى ينكسر القيد. القضية المركزية لنا هي إطلاق سراحه وليس تحسين ظروفه المعيشية بالسجون. لابد أن ننادي وأن نعمل ما بوسعنا لتأمين إطلاق سراح كريم وشريف وسريع لكافة الأسرى المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني. وين الأمم المتحدة؟ وين الدين الإسلامي؟ وين اللي بيحكم بالعسير اللي بيعاني من جدة المرض؟ كل يوم أم عسير بتموت، كل يوم أخ عسير بيموت، كل يوم أبو عسير بيموت. إيه وين العرب؟ وين الإسلام؟ وين الدين؟ هناك خلف القضبان يتجرع الأسرى مرارة السجن والسجان، وهنا تنزف قلوب الآباء والأبناء حرقة على فراق الأحباب. محمد الأسطل، غزة، تلفزيون القدس.